بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم تلامذتنا الأعزاء جميعا متابعي الأوفياء، أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. أما بعد، يعني في هذا الفيديو الموجز هو كمدخل لعصر الضعف والانحطاط، شرحته في الفيديو، ما أخذناه في أول فيديو في البناء الفكري سيفيدك بإذن الله، فقط نشير إلى بعض التوجيهات. ما هي الغاية؟ يعني وش هي الغاية يا أستاذ من هذه الفيديوهات كما هاك مصورة بشاشة الهاتف؟ الغاية هي أن تأخذ فكرة، يعني لازم التلميذ يكون يعرف واش راح ندرس. أنا يا أستاذ في السنة الثالثة ثانوي هكذا، أعذروني أول مرة يعني أنزل اللغة إلى الدارجة، معتاد أن أتحدث بالعربية الفصحى وهي لغة القرآن. إذا المحور الأول عندكم عصر الضعف والانحطاط، راح يقول لك بعد يعني دراسة هذا المحور لابد راح تتعرف على حقيقة الشعر التعليمي وش سبب شيوعي في عصر الضعف. الأدبيين يعني أي نفس البداية، هذا راه أنت العلمية الكتاب، لكن نفس البداية تلتقون في نفس المحور وهو أدب عصر الضعف. هذا نفسه راح تلقى عند الأدبيين، عند العلميين والأدبيين، اللي هو أول محور راح تدخل به. معناتها أنك لازم تعرف واش راح تدرس. العلمية راح يدرسوا الشعر التعليمي، الأدبيين راح يدرسوا شعر الزهد وشعر المدائح النبوية، صح؟ أدب عصر الانحطاط. قال لك زالت الدولة العباسية وانقرضت معها دولة العلم والأدب، والسبب أن الغزاة الذين استولوا على البلاد العربية وسلام زمام الأمور عملوا على خنق الحرية وعلى تضييق أجواء الانطلاق، فبتروا الأجنحة المدوية وقيدوا الآمال الطامحة، فقد تحركت قبائل تتار جنوبي سيبيريا واندفقت على البلاد العربية اندفاق السيل العاتي، وسارت بقيادة جنكيز خان تنشر الرعب والدمار والسيف في رقاب العباد، ثم جاء هولاك حفيد جنكيز خان فأتم عمل جده إلى آخره، ثم تيمور لونك إلى آخره. خلاصة القول في الفقرة الأولى والفقرة الثانية هي أن هجومات التتار على بغداد سنة 656 هجرية أدت إلى فقدان المدينة اللي هي الدولة العباسية، فقدانها لكتبها ومؤلفاتها التي أحرقها التتار وعلمائها الذين قتلوا. فبعد ذلك طبيعي أن تقصر العقول، بمعنى تسلط الخمول على العقول فقصرت عن الخلق والابتكار، بمعنى الناس أصبحوا يعني الشعراء وإلى آخره لا يستطيعون أن يبدعوا شيئا جديدا، وبالتالي كان كله تقليد. لاحظ هنا قال وانصرفت إلى الجمع والتقليد والزخرفة والتعقيد. ما الذي ميز عصر الضعف والانحطاط؟ هجومات التتار على بغداد اللي هو عامل سياسي، قتل العلماء وحرق المكتبات، ثم بعدها عجزوا الشعراء عن الإبداع فقلدوا. فالأشعار التي ستدرسونها ستكون تقليدا لما سبق من عصور فقط، الزهد الشعر التعليمي شعر المدائح النبوي. مالوا إلى الزخرفة، تسمع كلمة الزخرفة اللفظية نقصد بها المحسنات البديعية، أصبح الشاعر عندهم الشاعر هو الذي يكثر من المحسنات. لذلك قال بعد أن حدثت كل هذه الحوادث والعامل السياسي الذي أضر بالأمة العربية وأضر بالعصر العباسي، انحصرت موضوعات النثر الفني ضمن نطاق الكتابة الديوانية أو الرسمية والرسائل الأدبية والإخوانية. واش نقصده بالنثر الفني؟ النثر الفني هو النثر الأدبي، يعني عكسه النثر العلمي هكا. ضمن نطاق الكتابة الديوانية هي من خليفة لخليفة أو رسمية تسمى. الرسائل الأدبية هي الرسائل اللي لفت فيها عواطف أو الإخوانية بين من أخ لأخي، أو مكاتبة بين الأصدقاء مثل الرسالة عادي، أو مناظرات يعني فيها جدال، أو وصف مشاهد فكاهات مقامات ونحو ذلك. أصبح الأسلوب غاية الكتابة، بمعنى وجعل الكتاب همهم كله في الزخرفة والتصنيع. معناها ولينا نلقاو قصيدة ولا نص نثري كنت أمله نجد كثيرا من المحسنات البديعية والمعنى فارغ، المعنى ضعيف، المعنى لا يفيد الأمة، وبالتالي أصبح هناك ضعف فسمينا عصر الضعف.
وكثيرا ما انصرفوا إلى التأليف في الأدب والتاريخ واللغة والعلوم الدينية والمدنية جامعين ملخصين مذيلين، وكثيرا ما راحوا يتلهون بألفاظ الصياغة يغذون بها عقولهم الجائعة وبصائرهم الزائغة. ما معنى زاغ البصر؟ بمعنى إذا تاه عقولهم الجائعة أصبح الناس لا يجدون ما يبدعون. لماذا؟ لأن أمهات الكتب وما ألف من إرث ثقافي في العصر العباسي قضى عليه التتار بإحراق المكتبات وقتل العلماء، وبالتالي سمينا عصر الضعف. ثم تحدث عن النثر. النثر كانوا يكتبوا في التاريخ أيضا، يجمعوا بعض شتات الكتب التي أتلفت هكذا. وأما الشعر جرى في طريقين شقتهما الضيقة الاجتماعية، بمعنى الظروف الاجتماعية الصعبة اللي كانوا فيها في عصر الضعف، فجرى الشعر في طريقين هما الإباحية والزهد، وكان على كل حال تقليدا واقتباسا مع زيادة الزخرفة فقط. معناه إذا سألك سؤال في البناء الفكري، هل كان الشاعر مجدد أم مقلد؟ راح تقول لي مقلد. لماذا؟ لأن هذه الفنون الشعرية السابقة وأن تطرق لها شعراء آخرون. ثم يقول لك ما هي مظاهر التقليد؟ الاعتماد على الشكل العمودي، ظاهرة الاقتباس والتضمين، ثم الزخرفة اللفظية، أبرز ما ميز نصوص عصر الضعف بمعنى كثرة المحسنات البديعية. لذلك قال والشاعر الشاعر من تفوق على غيره في تكديس المحسنات وتركيب الأسجاع اللي هي السجع ورصف التوريات وهو محسن بديعي الأكثر من الجناسات، وللجناسات دور مهم في مسرح الشعر في ذلك العهد، وهي موضوع واسع لتلهي القرائح وتضييع الوقت فيما لا يفيد، فسميناه عصر الضعف. شاعت في هذا العهد أيضا المدائح النبوية، ومنها قصيدة البرأة للبصيري وليس البردة، لأن البردة هذه من باب يعني شاع أن تسمى البردة، أما البردة الحقيقية فهي لكعب بن زهير، ومطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول. ثم كانت حركة التأليف في العلوم والآداب يعني بدأوا الآن يعني نوعا ما يؤلفون في العلوم والآداب، ونجد ألفية ابن مالك في النحو وألفيته المشهورة والكافية الشافية، ومنهم ابن هشام الأنصاري له قطر الندى وبل الصدى، بمعنى كتب جليلة جدا ألفت صحيح، لكن ناحية الأدبية إبداع شعري لم يكن هناك. ومن الذين اشتغلوا بتصنيف المعاجم اللغوية ابن منظور ولديه لسان العرب، أيضا مقدمة ابن خلدون نشير لها أنها كانت من أهم ما كتب في عصر الضعف والانحطاط، وكانت تأسيسا لعلم الاجتماع، وكذلك الجغرافيا، فتلاحظ أنها علوم متكررة أبدع فيها بعضهم ممن يعني كانوا لازالوا محافظين على رونق الكتابة، وأما الشعر وغيره فأصبح قاعا صفصفا، بمعنى أصبح ضعيفا جدا. إذن هذه تقريبا يا جماعة، حاولوا أن تسلطوا عليه الضوء، أتمنى أن قد أفدتكم ببعض الأفكار، نلتقي إن شاء الله في حصة أخرى، والسلام وختام.